نتواجد الآن في حي الحسين، حيث تلاحظون مدفعية اللواء 170 دفاع جوي، وهي تقوم بدك تحصينات الميليشيات الإنقلابية في القصر الجمهوري. تلاحظون هذا المبنى، مبنى القصر الجمهوري، وهي أيضا مدفعية اللواء 170 دفاع جوي تقوم بدك تحصينات الميليشيات الإنقلابية في تبة سفتيل، ومدفعية الميليشيات الإنقلابية التي تقوم بقصف الأحياء السكنية، وأيضا لمساندة قوات الجيش الوطني التي تقوم بشن هجوم الآن على معاقل الميليشيات الإنقلابية المتمركزة في مدرسة محمد علي عثمان. عمليات عسكرية متواصلة تخوضها قوات الجيش الوطني هنا في الجهة الشرقية من المدينة من أجل استكمال عملية استكمال تحرير المدينة من قبضة الميليشيات الإنقلابية. حمزة أمين، قناة بلقيس، من الجهة الشرقية لمدينة تعز.